اهلا بحضراتكم من جديد. خلونا نرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. منورنا كابتن ناصر. تحياتي لك كابتن اسامه وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. تحياتي للكابتن عادل عبد الرحمن، كابتن عماد النحاس والدكتور احمد سبت. طاقم تحكيم مباراه الاهلي واورلاندو اليوم، طاقم موريتاني، حكم ساحه كابتن عبد العزيز بو، مساعد اول يوسف محمد، مساعد ثاني باكاليدا، حكما رابعا بابكر صار. تمام يا كابتن اسامه. دايما بنتكلم على صعوبه المباراه، هل هي صعبه، متوسطه، سهله؟ النهارده في تقييمنا للمباراه هي مباراه بنقول سهله تحكيميا. وليه سهله تحكيميا؟ ما عندناش اختبارات داخل مناطق الجزاء. روح اللاعبين مع بعض يا كابتن اسامه روح عاليه جدا جدا، هنلاقي ان كله متعاون، حتى الجمهور كمان كان جمهور يعني مسالم مسالم. مباراه سهله جدا التحكيم، ولكن للاسف التحكيم النهارده، أنا بتكلم بأمانة، يمكن البعض يرى الحكم مفيش مشاكل، عندي مشاكل التحكيم النهارده، عندي فقدان تركيز للحكم والحكم المساعد والحكم الرابع. عندي عدم التوقع والقراءة والتحرك للحكم حالتين. عندي كمان حالة مهمة جدا جدا ودي جيبها، وهنا لو الفار موجود أو مش موجود هنشوف المفاجأة يا كابتن أسامة في الحالة الأولى. طب قبل ما أروح للحالات يا كابتن ناصر، وإحنا بنتكلم عن دور المجموعات، دور مهم جدا. ليه الاتحاد الافريقي ما بيطورش في حته التحكيم دي بدخول الفار من دور المجموعات، وايضا كمان من اول مباراه في دوري ابطال افريقيا؟ كلام مهم جدا يا كابتن اسامه، وعلى فكره واحنا بنتكلم عن التطوير، الموسم اللي فات في انديه صعدت بسبب عدم وجود الفار، انديه صعدت تحكيميه، اخطاء تحكيميه صعدت فرق واستبعدت فرق من الصعود للدور الثاني. هنا عندنا بنتكلم على الفرق اللي موجوده، الامكانيات موجوده، يعني جنوب افريقيا عندها الفار، احنا عندنا باص الفار، ما عندناش مشكله. يعني حتى لو هطبق الفار عندنا الفار موجود، وعندنا في جنوب افريقيا، في المغرب موجود الفار، في تونس موجود، يعني خلاص الفرق اللي بتلعب يا كابتن اسامه ما عندناش مشكله، المفروض الفار يتطبق في هذه المجموعات. ولكن المشكله اللي الاخطاء التحكيميه في دور المجموعات للاسف بتظلم بعض الانديه يا كابتن اسامه. انا عندي حاله في البدايه، حاله مهمه قوي، ودي درس لكل اللعيبه ودرس للتحكيم للفقدان التركيز. هنا المخالفه هنا يا كابتن اسامه ارتكبت من هنا، من هذا المكان. تمام؟ المفروض لما اجي استأنف انا كحكم استأنف منين؟ من مكان المخالفه اللي هو احتسبها. طيب خلاص انت شفت المكان فين؟ خلينا نشوف هو استأنف اللعبه منين. بص لا بص خلي بالك، بص رضا سليم واقف مستني الكره تيجي بتبقى قدامه. ده درس يا كابتن، درس مهم جدا جدا، خلي بالك ده اسلوب استئناف، حتى لو الفار موجود ما يقدرش يتدخل. تعال اقول لك على المفاجاه. بص حامل الرايه، بص باصص فين، يعني هو باصص النهارده حامل الرايه، خلي بالك حتى لو الحكم بيظبط الدنيا هناك المفروض دي لعبته. بص يا كابتن اسامه، هنا دروس مستفاده، هي يمكن البعض يمكن يتفرج على الماتش ويقول لك ايه ده، يعني ايه، لا دي حاله مهمه جدا، خلي بالك دي راحت هدف، هذه الحاله راحت هدف، خلي بالك. طيب هنا الحكم هناك بيبص للعيبه، وهنا الكره بتتنقل من المكان اللي هو كان موجود فيه المخالفه، راحت مكان اللاعب اللي هو بتاع جنوب افريقيا. رضا سليم النهارده واقف بيتفرج على اساس ان هو ايه، الكره هتتلعب من مكانها. للاسف الكره اتلعبت من هنا، تم استئناف من هنا، اللعيبه كلها مش واخده بالها ابدا على اساس ان الكره هتتلعب من الخلف. تعال نشوف اللقطه اللي جايه دي، نشوف، هات لنا اللقطه اللي جايه. انفراد، الراجل راح فين؟ انفراد مع كابتن عماد، انت شايف اصفرت عن انفراد، وكان ممكن يطلع منها هدف. كابتن دي تركيز حكم نمره واحد. انا يعني كلاعب انا مش هلعب الا على صفاره الحكم، يبقى المفروض انا في الالعاب ديت انا لا اامن الحكم هيعمل ايه. لما دي حاله راحت انفراد للشناوي، الشناوي طبعا عاوز اقول انقذ الحكم او منع مشكله للحكم، لان النهارده كابتن لو الفار موجود، ده السؤال، هل يقدر الفار النهارده يقول للحكم تعالى رجع الكره تاني من مكانها؟ ما يتدخلش في هذه اللعبه دكتور، لا 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 لا، الاستئناف الفار ما بيتدخلش في الاستئنافات، صح؟ عشان كده بنقول ايه، خلي بالنا من الالعاب دي اول لعبه ليها دخل يا كابتن ناصر بنهايه المباراه، بنهايه الشوط، عدم التركيز. لو حضرتك بصيت للشاشه هتلاقي في الشوط الاول، في اخر الشوط الأول. الاول انا عنوان تحليل النهارده يا كابتن، عدم التركيز، التحرك، التوقع للكل، دي حاله لفقدان التركيز للحكم، دي مهمه جدا عشان نقول للعيبه لابد انك انت تخلي بالك في الالعاب ديت، لابد انك انت تبقى تمركزك مواجه للحالات اللي زي دي. الحاله اللي احنا بنتكلم فيها اسامه انت اتكلمت فيها، هل من المقول ان ده فاول؟ خلي بالك ده من ضمن الحالات اللي هي المعايير المزدوجه للحكم، عدم احتساب المخالفات. هنا في مخالفه هنا على لاعب اورلاندو لم تحتسب، بتروح ايضا انفراد.
والفار مش موجود، خلي بالك. وهنا بقى الفار مش موجود، لو الفار موجود ممكن يجيب الحكم لو جه منها هدف، لكن هنا بنشوف هنا الحاله ديت لم تحتسب، ودي مخالفه واضحه جدا جدا للاعب النادي الاهلي لم تحتسب. ده الخطا الثالث. نيجي نشوف الخطا الثالث، يعني دي كلها اخطاء. البعض يرى ان المباراه عدت، لا المباراه ما عدتش تحكيميا، ما عدتش. هنا في دهس، ممكن يكون اللاعب جاي ممكن من التحرك بتاعه وسرعته ما قدرش ان هو يودي رجله، ولكن انا هنا على الاقل هنا كان في بطاقه، نقول هنا بطاقه صفر. بس انا شايف فيها وقت المباراه ان فيها تعمد يا كابتن ناصر، كان ممكن اللاعب يفادي امام عاشور لكن كان فيها تعمد. بص يا كابتن اسامه، خلينا اقول تعمد مش تعمد، هل من المعقول ان حاله زي ديت ما ياخدش فيها بطاقه؟ بطاقه صفر تستدعي طبعا على الاقل، يبقى هنا في بطاقه صفر مفقوده. انا بتكلم على المعايير المزدوجه للحكم، مش قادر حتى كمان في الاخطاء اللي هي العقوبات الانضباطيه مش قادر يطلع البطاقه الصفر. تعال نروح للحاله اللي بعد كده. احنا قلنا تركيز، وده كان عنوان تحليلنا كابتن اسامه. هنا المساعد رقم واحد، تخيل ان اللعبه ديت لو جت جون، كل دي العاب مهمه، خلي بالك انت بتتفرج ما تاخدش بالك منها. هنا الكره بتتلعب للاعب النادي الاهلي اللي هو ورا خالص، اللي هو في موقف سليم. نشوف هنا اخر لاعب من المدافعين مغطي، وهنا بنلاقي المساعد بيرفع على تسلل مش موجود. هنا برضك ايضا المساعد فقد التركيز، فقد نقطة مهمة جدا وهي لحظة اللعب وموقف التسلل. نروح للعبة اللي بعد كده، هنا أيضا هنا لاعب النادي الأهلي بيرتكب معاه مخالفة، تعطيل هجوم واحد وفيها إنذار، ما طلعش الإنذار. شفت كلها أخطاء في مباراة سهلة. ما بالك لو مباراة صعبة وفي أحداث داخل الصندوق هنا وهنا، أو اللعيبة ما ساعدتش الحكم. ده خطأ أيضا في المباراة لم يشهر فيه البطاقة الصفراء للتهور. تعال نروح للحالة اللي إحنا قلنا التحرك والتمركز. ودي مشكلة. هل من المعقول النهارده حكم في يعني النخبه اول مره في، شوف الحكم فين يا كابتن؟ تمركز خاطئ جدا للحكم، عدم توقع لطرق اللعب، وبالتالي هنا دخل نفسه في محيط اللعب. طب ادي حاله. تعال روح للحاله اللي بعد كده، نفس الشيء. الكره بتيجي فين؟ الكره بتيجي في الحكم، وبيبتدي يعمل اسكار. النهارده بيعمل ايه؟ حكم بيتدخل في محيط اللعب، ودي الف ب حكم في افريقيا. انت ولا عندك توقع ولا عندك قراءه ولا عندك كمان تركيز في استئناف اللعب في مباراة سهلة، ما بالك لو مباراة صعبة. نروح بيه للحاجة المهمة جدا للحكم الرابع. هنا في مخالفة أيضا. هنا المخالفة بتهور ولم تحتسب مخالفة، وهنا البطاقة ما بتطلعش. دي كلها مخالفات. تعال روح لآخر حاجة، وده دليل على كلامنا. مين اللي نازل يا كابتن أسامة؟ 18. أنت متخيل؟ اللوحة عليها 10 وعليها 16. حتى الحكم الرابع فقد التركيز. 10 يعني دي حاجات يمكن لحد في ناس كتير ما تاخدش بالها، إن أنا رقم 18 نازل وطالع رقم 16. هو عمل هنا ايه؟ ورقم 10 مش موجود. رقم 10 مش موجود في الاسكور. موجود في الاسكور. لعيب مهم مش موجود في الاسكور. 10 كان قاعد في المدرجات فوق. اذا انا عاوز اقول بنهايه الحاله ديت هنا التركيز، يجب ان الحكم ان يطور من ادائه في التركيز، التوقع، القراءه، التحرك. قراءه اللعب مهمه جدا جدا. من التحكيم الحديث يا كابتن اسامه لابد تدرس قبل المباراه تحركات النادي الاهلي، تحركات الفريق الاخر، تشوف مين هنا عنده ايجابات ومين هنا عنده سلبيات وتبتدي تشتغل. ولكن الحمد لله المباراه مرت بخير. نتمنى يكون التحكيم اللي جاي في الماتش اللي جاي موفق لاسامه، ودي كانت اخر حاجه عندي. اشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، متمتعنا كالعاده. اشكرك كابتن اسامه، شكرا. اخيرا كابتن عادل، رجل مباراه اليوم. رضا سليم. رضا سليم. كابتن عماد. انا راجل مدافع يا اسامه. ياسر. ياسر. دكتور احمد. ياسر ابراهيم. وانا بضم صوتي لصوتكم، ياسر ابراهيم. 3-1. تصدق انك بعتني؟ مش كنا 2-2؟ ياسر ابراهيم بعتني في اخر لحظه. تقييمه 8/10. رضا سليم 7/10. لكن النهارده مكسب مكاسب المباراه المهمه جدا. اكيد رضا سليم. برافو عليك. النهارده خروج اللعيبه بدون صوت عالي، لكن رجل مباراه الاهلي امام اورلاندو اليوم هو ياسر ابراهيم. شرفتنا ونورتنا يا كابتن عادل. الله يخليك ومبروك على المباراة القادمة إن شاء الله. بعد الجهد نكسب إن شاء الله بإذن الله. يا رب. شرفتنا ونورتنا كابتن. شكرا كابتن أسامة، شكرا كابتن عادل، شكرا للدكتور ثابت، وبالتوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي في المباراة القادمة أهم بإذن الله إن شاء الله. شرفتنا ونورتنا دكتور ثابت. لا نور حضرتك كابتن أسامة، وسعيد بالتواجد مع حضرتك ومع كابتن عادل وكابتن عماد. وبكرة كمان في مباراة بوتافوكو، يعني عشان الناس تتابعها يعني بكرة. طبعا زي ما الدكتور ثابت بيقول، يعني إحنا إن شاء الله بإذن الله عندنا مباراة مهمة اللي جاية، مباراة الانتر كونتيننتال دور قبل النهائي. الاهلي هيواجه يوم 14 الفائز من بوتافوجو البرازيلي، وباتشوكا المكسيكي هيلاعبوا بعض يوم 11، والكسبان منهم هيواجه الاهلي يوم 14 باذن الله. كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي.
اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه، لعيبه تقفل على نفسها، دعم ومساندة من كل جماهير النادي الاهلي. مش عايزين الفتره اللي جايه نتكلم مين ماشي ولا مين جاي ولا مين الصفقات، لكن كل تركيزنا منصب على المباراه المهمه هي دور قبل النهائي، وباذن الله نقدر نفوز ونكسب ونروح لمباراه ريال مدريد، ويقدر ان شاء الله يتحقق الحلم الاهلاوي بالوصول لنهائي بطوله الانتر كونتيننتال. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وصلنا كده للنهايه، سلام.